هو ايه؟ هو قرع العسل. قرع العسل اللي انتي ممكن تشتريه من اي بلد في العالم. امبارح انا سلقت معاكم حبة وخدت منهم وعملت ماسك لشعري، والنهاردة في كمان جزء منه حاليا لسه مسلوق وكان محطوط في التلاجة. و you can keep it in the freezer, you can keep it in the fridge. ممكن تحتفظي بيه في الفريزر وتطلعي منه وقت لما تحبي. هذا هو بديل الأفوكاتو. Alright. أنا ناو بقول لكم باختصار عن تجربة شخصية الأفوكاتو، الموز، قرع العسل. ثلاث حاجات مكوناتهم مثيلة ببعضها، نتيجة مماثلة للي ما عندوش قرع العسل. انا بحاول افتكر الاسم العربي عشان ما تخلبطش. اللي ما عندوش قرع العسل يعمل موزاية. اللي ما عندوش موزاية ويقدر يشتري الافوكادو يشتري الافوكادو. انا ناو هاشتغل بالبتر سكواش، البتر سكواش اوف كورس، علشان عايزة اعمل فيس ماسك مهم جدا 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 لأصدقائي اللي عايشين في يوروب. فإذا أنت عايش في أي بلد عربي ومهتم وبتحب أن أنت تنفذ الخلطات بتاعت أبي، اتبعني دلوقتي لأن الخلطة دي جبار. أوكي، عند خبرة وعند راية وعند دراسة. أيوة، في حاجة اسمها دراسة في مجال التجميل. أيوة، في حاجات بنعرف إيه السايد إفكت بتاعها وإيه العوامل الحلوة بتاعتها. السايد إفكت يعني الأعراض الجانبية لمكونات معينة لو حطيتيها مع بعضها ممكن تعملك إيه في وشك. أوكي، دلوقتي هأعمل إيه؟ كنت أول الفيديو بأبشر بوتيتو، uncooked potato، يعني بطستايا يايايا مش مطبوخة متقشرة. أخدت نصها فقط لا غير لأنها كبيرة. أنت عايزة تعملي كمية كبيرة، أعملي كل البطستايا يايايا وخدي منها اللي أنت عايزة. ناو أنا بشرتها هنا في الناحية الضيقة شوية عشان أقدر أخد منها المية. اللي أنا محتاجة من البوتيتو النهاردة المية المستخرجة من البطاطس. احنا مش هنطبخ على وشك يا امي، احنا هنطبق خلطة فعلا مدروسة بحذافيرها. اوكي، مانيش واحدة طالعة احطلك حاجات على بعضياتها مش مدروسة ولا مجربة، ولا بروح اجيبلك صورة واحدة عجوزة وصورة واحدة مش عجوزة واقولك وشك هيبقى شبهها. نو، انا ما بكدبش، وفي نفس الوقت ما بروحش لا انفخ ولا افخخ ولا بعمل بوتوكس ولا فيلر. بعتمد على يومياتي اللي انتوا بتعيشوها معايا في الستوك بتاعي عندي في التلاجة. كل يوم بطلع شيء من الحاجات الفعالة استعملها، لا منها اي ضرر ولا ضرار اذا استعملتيها كل يوم. اذا واحدة جهلة بصمة جاية تطلع تقولك ما تعمليش خلطات ابي كل يوم، انت الخسرانة. عارفة ليه؟ لان كل خلطة في يوم بتكمل التانية. انا بعمل سلسلة اسبوعية واطلع بخازوق تركي اضرب فيه واحد كريم ما حصلش مظبوط. ليه؟ عشان اكمل التغذية الليلية للوجه. عبال بقى انتوا كلكم ما تجمعتون كده، هو انا اتكلمت شوية وبشرت واحد بوتيتو. اوكي، عشان الوقت بيسرقني، وهجيب اي حاجة، شاشة قماشة اي حاجة اي حاجة يا ام. وتعالي هنا بقى معايا وشوفي الخلطة بتاعت ابي لندن ووكر وصفحة تجارب الحياة مع ابي. انا مش فار تجارب، انا مجربة قبل ما اشوفكم كلكم. نمبر 1، اهلا بيكم في لندن.
This is UK. اللي هيخش علشان to criticize me علشان ينتقدني او ينتقد اي حاجة بعملها بقول له eat your heart, I don't care. ادي البطاطس بتاعتي now قصرتها, باخد منها المية alright. والست اللي قاعدة الكنباية دي اكيد عندك بطاطس يا امي, مش حكاية هي اصلا. وزي ما علمتكم ابي لندن ووكر ان البطاطس اللي بتبشريها وبتاخدي منها المية بتحط عليها شوية بيض وبتعمليها للافطار او كسناك لابنك او جوزك. مية البطاطس اهي قدامكم فيها نشا عالي. يس ليه انا محتاجة النشا بتاع مية البطاطس؟ لنفخ الخطوط الرفيعة حول الفم والفك, حول العين, فوق العين, في الرقبة, في كل حتة. الماسك ده ينفعك على الكفوف في أي حتة. أوكي ناو البطاطس اتبشرت, هجيب تقريبا 3 قطع من قرع العسل. يا قرع, قرع العسل يعني بقر سكواش, 3 أو 4. أنا هاخد 3, 3 enough على الكمية بتاع مية البطاطس. 3 قطع, 3 pieces of butter squash, a boiled one, مسلوق عادية جدا, متقشرة ومسلوقة. خلاص؟ لا لسه, لا أبرد. Yesterday I did something powerful. ليه بقولك المقدمة دي؟ عشان تفهمي. إذا عندك شوية الرز المسلوق اللي مضروب بالبلندر ومتصفي مع حليب جوز الهند, هيديكي نتيجة رقم 1 مع الماسك ده. Here we go. ادي الخلطة اللي انا عملتها معاكم امبارح. We don't waste anything. احنا ما بنرميش اي حاجة, احنا بنستعمل كل حاجة بنعملها. قومي يا امي طلعي شوية رز من اللي انت عاملاه. This is a normal boiled rice with some coconut milk. هتلاقيه بيتباع في السوبر ماركت. ما تقدريش اشتريه وحاسة انه غالي عليكي, اعملي عندك في اليوتيوب الفيديو how to make it, ازاي تعملي حليب جوز الهند وتخليه كمان تقيل في ايدك وتخليه خفيف في ايدك. يعني كل لما تضبلي كمية كل لما اللبن بتاعتك يطلع تقيلة. alright. هتاخدي من الرز المسلوق بتاعك ده, the boiled rice with some coconut milk, not too thick, about 2 tablespoons, معلقتين من الرز بتاعي. alright. رز مسلوق, مش رز بودرة, مش رز مطحون, مش رز بسماتي, ورز مزلقطة من بتاعات البلاد العربية عشان اخد النشا بتاعها. يس اوكي. والحاجة اللي فضلالي هنا هو المادة الفعالة الكولاجين الاصلي من اللبان الذكر. ليه؟ علشان اعمل المعادلة بتاعت ال 1 2 3 تغذية. احنا دلوقتي مستغنيين كده على اي نوع من الفيتامينات, ولا او ولا اي ولا سي. احنا بنستعمل نمبر 1 فيتامين من الاكل اللي بناكله للبشرة بتاعتنا. And this is the technology in Europe. هتاخدي منها معلقة كبيرة او معلقتين على حسب الكمية اللي عندك. alright. لبان الذكر المنقوع في مية مغلية هيديكي نشفان هايل للماسك وشد وتبييض من جوزك. جهزي. بسم الله. احتاج منه 2 spoon, 2 tablespoon, 1 2 2 معلقتين من لبان الذكر المنقوع في مية مغلية ليلة كاملة.
ما نقدرش نستغنى عن اللبان الذكر ابدا، لانه فعلا بنكمل اللي احنا محتاجينه للخلطة دي. وكده اجيب المدفعية بتاعي واضربها مع بعضياتها، عايزة انعمها تماما. انزلي بقى بالمدفعية بتاعك. يا اختي يا ريا وحشتيني، ريحيه وشغليه. كل لما يشتغل شوية تريحيه شوية، كل لما تضربي شوية ريحي شوية، والعب يلا. هوبا بقى يلا، احاول انزل واتأكد ان كل المواد بتاعتي مندمجة تمام. باتر سكواش، قرعة العسل. الله، على فكرة انا هسمع كلامك يا بت ياللي قلتلي في الكومنت يوم ما انا حاجتي اتكسرت انت حطيتها على راسي، زي الناس اللي بيحطوا حلل على راسهم على الترع يغسلون غسلهم دول، انا حطيت الطبق على راسي وكنت بفكر في اللي انت كتبتيه. انت قلتلي ممكن نلزق البولة الكريستال الغالية اللي انكسرت اللي انفشخت دي، يا انا اشتريت اللزق وهافتح لايف بكرة هصلحها معاكم ان شاء الله على الكنباية وانا قاعد، هصلحها مش عارميها. ريحي يا اختي يا ريا، ريحي ريحي، ما تشتغليش بيه على طول من غير ما تريحي، لازم تشتغلين وتريحين اي حاجة بتحب ترتاح. تاني كلاكيت. لو ما عندكيش بلندر تقدري تضربيهم في الكبة او في الخلاط مع بعضياتهم، لو عندك كبة كده سكة من البلاستيك اللي هي اصلا خفيفة دي بتلاتة فال تقدري تعملي بيها كل اللي انت عايزاه. يس ناو اوريك التخانة بتاعه. How it looks like. This is how it looks like. بسم الله الرحمن الرحيم. على الخلطة دي انت والنبي يا بتور ما اطلعي فيلي، حلي عني يا امي، حلي عني انا نازل طفشان عند سيابلك الدنيا باللي فيه، يخرب بيتك بركاتك بركاتك يا امي، مش هغير، هقلع الجاكيت ده عشان الدنيا ناو بردت اكتر، البس البلطو التقيل بتاعي. بتأكد انه اندمج المادة الحافظة في هذا الماسك اللي بتخليه يعيش عندك في التلاجة هو الذكر اللي بان الذكر. شفتي بقى المادة الحافظة اللي جوه الماسك ده هو اللي بان الذكر، تمام؟ ما تروحيش بقى الحمام، هديكي الخلطة دي وعايزاك تجربيها عند تكتبين رأيك تحت الفيديو بليز، لأن رأيك انت يهمني انا، رأيك انت هو اللي بيخليني انا اجتهد. اوكي طلعي بقى جوزك من الدولاب عند الريحينة من الفيلم ده عشان الباقة خلصت خلاص عند الناس بسبب قبل. ملعقتين من النشا، 2 large tablespoon of corn flour and it's up to you, it depends on your the amount you make. Yeah, here is here we go. 1 2 ترمندي 2 2. انت بتترقصي مش عاجبك اعملي زي يا امي، انت مال امك، اخلط يا باشا، لف يا باشا المسائل، لفها كلها مع بعضياتها، ده مش شمام يا امي، ده قرعة العسل يا قرعة يلي كتبتيلي امبارح تحت الصورة بتاعتي وانا مريضة، قرعة ربنا يقعدهولك.
واقعد لك الكلمه اللي انت قلتها لي. على فكره يا جماعه، الفيديو اللي على اليوتيوب اللي انا كنت اصلا قاعده في الاتوبيس من غير شعر، اللي هو اصلا في الكومنت محطوط عشان انت تشوفيه يا قرعه يا عشان تفهمين، الفيديو ده من فتره كبيره جدا، تقدروا تفهموا انا مريت بايه باختصار، وتقدروا تفهموا انا حاربت ايه باختصار، وتقدروا برضو تفهموا ان الواطي ابن الواطي او الواطيه بنت الواطيه يا اللي بتعلق بتعليق قذر زي امها تحت حاجه عندي ببلغ عنها بفشخها، بخليها متفشخه كده. الخلطه دي بتعيش اسبوع في التلاجه، الخلطه دي تكرر كل يوم، ولما تحطيها على شعرك ممكن تسيبيها على ممكن تحطيها على وجهك وتسيبيها على وجهك تجف دقيقتين ثلاثه، وتحطي طبقه ثانيه وطبقه ثالثه وطبقه رابعه لحد لما تحسي ان الماسك بتاعك layers on top of each other it will give you a better result. تمام؟ الخلطة دي عشان فيها لبان ذكر زي الزجاج لا تفرق من على الوجه، الخلطة دي ممكن تكرريها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، لنتيجة أفضل. أوكي؟ الخلطة دي ضد التجاعيد، تعطيكي النضارة، فيلر من البطاطس ومية البطاطس، مغذية جدا من قرع العسل والفيتامينز العالية، ما انتش محتاجة تشتري فيتامين او ولا اي ولا سي. حلو الكلام؟ وادي شكل الخلطة امامكم، تقدري تقللي الكمية وتعملي فريش كل يوم، تقدري تعملي شوية شوية، وتقدري تعملي كمية لو انت حابة النتيجة الصح. دي النهاردة خلطتي المهمة، والشغل شغل واللعب لعب. وقت الشغل انا بشتغل، وقت الانتاج انا بنتج. ليه؟ علشان المعلومات بتاعتي ما تروحش في سوق النسوان اللاتيه.